مساء الخير وأهلا بكم في أحوال الطقس. كان طقس اليوم كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وسحب عابرة بباقية الجهات. الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد وتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. البحر كان شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 18 درجة، نابل 19 درجة، 20 درجة بكل من سوسة، القيروان سيدي بوزيد و19 درجة بقبلي. التوقعات الجوية اليوم الخميس: بعض السحب بأغلب المناطق، كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار. الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر يكون شديد الاضطراب فمضطرب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا: طقس بارد، حرارة في انخفاض متواصل وسحب كثيفة وأمطار غزيرة بعنابة ومراكش مع سحب عابرة بباقية المناطق. ودرجة الحرارة تكون القاهرة 30 درجة، 25 درجة ببنغازي، 20 درجة بطرابلس، الجزائر 18 درجة و20 درجة بالرباط. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية: حرارة مستقرة، أجواء مشمسة مع بعض السحب العابرة إلى غيوم كثيفة باليمن وأمطار خفيفة ببيروت ونابلس. ودرجة الحرارة تكون 38 درجة بالرياض، 39 درجة بمكة المكرمة، 33 درجة بالمنامة، 34 درجة بالكويت، بغداد 33 درجة، دمشق 30 درجة، والقدس 29 درجة. نمر إلى أوروبا. يتواصل الطقس مغيما وممطرا مع وصف رعدية ورياح قوية بكافة السواحل الجنوبية مع تساقط كمية هامة من الثلوج وسط وأقصى شمال القارة. ودرجة الحرارة تكون بلغراد 18 درجة، روما 8 درجات، باريس 9 درجات، مارسيليا 10 درجات، أمستردام 8 درجات و10 درجات ببرلين. إلى شمال أمريكا، غيوم كثيفة وأمطار بكمية متفاوتة بالولايات المتحدة مع بعض الثلوج بالعاصمة الكندية. ودرجة الحرارة تسجل موريال درجتين، واشنطن 15 درجة، وسان فرانسيسكو 20 درجة. التوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بتونس: بعض السحب بأغلب المناطق، كثيفة بالشمال. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة بباقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة: الخميس بين 16 درجة و24 درجة، الجمعة بين 18 درجة و24 درجة، ويوم السبت بين 19 درجة و25 درجة. غدا الخميس 10 من نوفمبر يكون الشروق على الساعة 6:52 دقيقة والغروب 5:14 دقائق. صوت الشروق أرسله لنا نبراس بن علي من بنزرت. أما صوت الغروب فتصلنا من بوركينا فاسو لسامي طرابلسي. أوقات صلاة اليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في 5:23 دقيقة، الظهر منتصف النهار و10 دقائق، العصر في 2:53 دقيقة، المغرب في 5:16 دقيقة، أما العشاء في 6:43 دقيقة. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.